يعني مشاهدينا، المشاهد اللي مرت معنا هي جزء بسيط جدا من اعمال المخرج والمنتج اوس الشرقي. يسعد صباحك اوس. صباح النور، اهلا وسهلا، حياك الله. اوس، اعمالك تتنوع ما بين الاستعراضيه وما بين ايضا الكوميديه والكوميديا الساخره الهادفه. اذا تحدثنا اول شيء عن مجال الكوميديا، الى اي مدى فعلا انك تقدر توصل رسالتك وتخلي المشاهد يضحك على قضيه هو او على ازمه هو عايشها؟ يعني هي القضية مش سهلة صراحة، هي القضية صعبة. عملية التوازن بين الكوميديا والنكتة والضحك من جانب وطرح همومنا ومشاكلنا من جانب آخر، لكن يبدو لي من خلال التجارب الكثيرة اللي مريت بيها بالمجال الكوميدي تحديدا أنه هذا هو أقرب طريق للمشاهد، أقرب طريق يستمتع به. هو يعني إحنا نطرح له مشكلته وبشكل كوميدي عشان أيضا نستطيع أن نبالغ بها شوي. نعم. يعني نضع المشاكل والمعوقات، وخصوصا القضايا اللي بها جانب سياسي. نعم. وتهم المواطن مع السلطة. أيوة، حبيت المواطن مع السلطة. وهل قدرت فعلا أنكم توصلون الرسالة؟ هل لمستوا أي حلول تغيير بالأوضاع؟ يعني حسيتوا أنه فعلا الهدف اللي تبغوا توصلوا له من خلال هذه البرامج قدرتوا تحصلوا عليه؟ بنسبة كبيرة حصلنا على هذا الشيء. يعني احنا طرحنا في مسلسلات كثيرة قضايا سياسية، دخلنا يعني لمسنا خطوط حمراء ما كانت موجودة سابقا. وصلنا إلى مرحلة أنه نستعرض شخصيات الرئيس نفسه والحكومة والوزراء، ونطرح كنا نأخذ قضايا أيضا من المشاكل اللي تحدث مثلا على سبيل المثال بالمنطقة العربية أو بالعراق من ناحية الفساد المالي مثلا في بعض المؤسسات أو الأشياء هذه، ونطرحها لكن بشكل كوميدي، والمشاهد طبعا كان يحبها ويتفاعل معها طبعا بالتأكيد. ولكن وين الرقابة؟ كيف إلى أي مدى ممكن تتدخل الرقابة في هالأمور؟ هو ما في رقابة بمعنى الرقابة، لكن في زعل مرات يصير. يعني ربما بعض السياسيين يقبلون، بعض السياسيين ما يقبلون. أحاول قدر الإمكان أن أعودهم على أنه يفهمون فن النقد، واللي ما يقبل الحقيقة يحاول يغيرها لأنها بتكون سيئة. مضبوط صحيح. نعم. أيضا بالنسبة مثل العمل الآن اللي بمر علينا، يعني بعض الأعمال مثلا بتستغرق وقت وتعب وجهد، ولكن في النهاية تظهر على شاشة يعني مشفرة. ما تعتقد أنه هذا الشيء أيضا يؤدي إلى ظلم العمل؟ نعم، يعني صحيح، لكن المؤسسات اللي هي تعمل بهذا النظام هي أيضا من حقها أن تنتج وتنتج أعمال ضخمة. نعم. ولها جمهورها أيضا. لكن أي منتج أو أي مخرج يحلم أن يكون عمله يشوفه كل الناس، مش الهدف أنه يكون على قناة مشفرة أو، لكن في نفس الوقت احنا نبحث أيضا على أن تعرفين إنتاج مثل هذه الأعمال مكلف جدا. نعم. ويحتاج لميزانيات عالية وباهظة. صحيح. والجهات اللي حتوفر حنشتغل معها يعني. جميل. طيب مثل هذا العمل فيه إبهار وفيه رسالة، تقدر تضمن بظل هذا الإبهار والألوان والموسيقى أيضا أنه ما يبتعد المشاهد عن الرسالة اللي موجودة أو المضمون اللي صحيح. موجود داخل العمل؟ يعني هو إذا ما كان الإبهار عنصر مساعد ومكمل للرسالة ما إلى داعي. لازم يكون مساعد، وأعتقد ما يغطي عليه وإنما يساعده ويكمله. عنصر الإبهار بالمناسبة هو عنصر مهم يخلي المشاهد يشوف ويتابع ويتواصل. يمكن يعني في حزمة كبيرة من الأعمال صرنا نتعود على شكل واحد. إذا ما يصير في تغيير بالشكل وبالإبهار هذا اللي يخلي المشاهد يقعد يتفرج يجلس أمام الشاشة، أعتقد عنصر الإبهار هذا مهم. نعم. أنا حضرت يعني كواليس تصوير ويكون أشخاص معينين، وأشوف كيف الزحمة اللي تصير وكيف المخرج يعاني علشان يحاول يسيطر على كل الموجودين، فما بالك مثل هذا العمل؟ أشوف ما شاء الله يعني أعداد كبيرة. صحيح. كيف تقدر تسيطر عليهم؟ هو بالحب صراحة، بالمحبة. يعني فريق كله بشكل عام يعني نتعامل معهم بمحبة وبأخوة، لكن هو مش قضية سهلة. في ميزانيات عالية بالإنتاج، أي خطأ يكون مكلف جدا بالنسبة لنا، لكن بالتدريج يمكن أنا تعودت، ما أعرف، الله سبحانه وتعالى ميسر هالأمور. نعم. لكن
هو تحدي لأي منتج وأي مخرج أنه يدخل بهكذا تجارب، لأنه لما تكون مواقع تصوير خصوصا لما نسافر لبلدان بعيدة مثل الهند أو بلدان أخرى، مواقع تصوير كبيرة، جمهور، كواليس، ناس معانا، إذا كان عندنا معانا 300 راقص أو 400 راقص، مكياجهم وملابسهم وتحضيرهم وعملية رقصهم بشكل موحد، هذه مش قضية سهلة أكيد. بس وتأخذ وقت طويل من الإعداد والتدريب. إذا ما كانوا جايين للجميع بحب وبهدف أن يقدمون متعة للمشاهد ما رح ننجح. حلو. سؤال أخير، أكيد أعمالك إن شاء الله القادمة. واي فاي الجزء الثاني هو إن شاء الله المفاجأة الكبيرة اللي محضريها. وقد تكونين أحد ضحايانا، وهذا السر الوحيد اللي حنقوله. يعني بس أبغى يعني إذا في تقليد مين اللي بيقلدني؟ ما راح نقول لك بعد. ما في شيء مميز، يعني نعرف دائما الضيف يكون فيهم شيء مميز بشكلهم بحركاتهم عشان تقدر تقلدهم، مثلا زي الزميل داود شريان نظارته نظرته. بس مين قال لك ما عندنا ما مسكنا عليك مسكه؟ طيب كذا وترني. شكرا لك اكيد المخرج منتج أوس الشرقي، يعطيكم الف عافيه، واكيد بانتظار الجزء الثاني. شكرا منه. انا سعيد بهذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا، دخل برنامج عرب ايدل محبوب العربه مرحله جديده من التحدي بدات خلالها لجنه التحكيم بغربله اصوات المشتركين.